ولو عايز تعمل نفس الكلام اللي عملنا كده هو تعمل سيف اس. خد بالكم انا قبل ما ابدا هجيب نفس الشيء على البوست جريد، وعلى فكره بنفس الاسلوب هشتغل على السيكوال سيرفر. هو مش غير حاجه السيكوال سيرفر، لما تيجي تكاري بس انواع البيانات هتلاقيها اقرب للماي سيكوال، اقرب للماي سيكوال. لو جبت كاريت التيبل من هنا هتلاقي ان كريت تيبل هتلاقي الكاركتر هتشتغل معاك والفار كاركتر والديسمال هتشتغل معاك هنا زي بالظبط الماي سيكوال بالظبط في الكريشن. وبقى الامر احنا ما غيرناش اصلا ولا الريسنت ولا الابديت ولا الديليت ولا السلكت في كله. يعني بوست جريد ماي سيكوال سيكوال سيرفر كل واحد بالنسبه لنا. فالموضوع مش صعب. موضوع افهم بس واستوعب الموضوع وجربه وطبقه بدايه. لو عايز اعمل السيستم بتاعي اشتغل على الاثنين وانا سويتش ما بينهم عادي. قوم جاي كده اعمل سي باس وهعمل ده مثلا ايه؟ ده ماي يعني هقول بقى ايه ريليشنال داتا بيز، انا بحب اسمها كده ريليشنال يعني كريليشنال داتا بيز كلهم بقى كلهم في الاخر هم ريليشنال داتا بيز. عشان كده واخدين نفس الفكره نفس التفكير ونفس الاكواد ونفس كل حاجه ماشيين معاك بطبقه ونوعيه واحده اللي هم مين؟ ماي سيكوال سيكوال سيرفر اوراكل داتا بيز بوست جري اس كيو لايت. على فكره اس كيو لايت سهل جدا ان احنا نطبقها لان هي خفيفه فهننزلها مش هتاخد معانا دقيقتين يعني غير الداتا بيز الثقيله دي بوست جري والاس كيو سيرفر والماي سيكوال الحاجات الثقيله. لكن اس كيو لايت دي داتا بيز لايت اصلا مش عارف كم ميجا يعني انا منزلها ومشتغل عليها مفيش مشكله. لكن على العموم انا عملت ريليشنال داتا بيز انكريز ونقدر ان ايه نقول ان احنا عايزين مثلا لو احنا عايزين نشتغل برضه مع الماي سيكول احنا كنا بنهدف الماي سيكول الباكج دي بس الاختلاف ما بين دي وما بين دي. طيب هنا كل حاجه نعتبر ان اليوزر نيم والباسورد والحاجات دي كلها واحد هنا وهنا يعني لو في حاجه مختلفه نضطر نغيرها كريتا يعني اسم اليوزر او الحاجات دي احنا بنضطر نغيرها. انا هسيبها زي ما هي. ماشي. ودي كونكشن على البوست جريد. حلو. وادي كونكشن بتاع الماي سيكول. هي فانكشن هي متظبطه اصلا. طبعا ايه اللي مزعلني ما انا اخدها كده كفانكشن احطها جوه الكلاس بتاعي الرئيسي اللي هو بجمع فيه كل الشغل بتاعي اهو. عندي فانكشن اسمها كونكت تو بوست جريد. وعندي فانكشن ثانيه اسمها كونكت تو ماي سيكول. مش مشكلة. طيب كرييت تيبل. طبعا انا محتاج ان انا اعرف هنا هو لازم يكون شغال على ايه؟ على انواع اي نوع من انواع الداتا بيز. يعني لازم هو بيكرييت هو بينشيت زي ما بيحدد لي السيرفر ويحدد لي داتا بيز نيم واليوزر نيم والباسورد ويحدد لي نوع الداتا بيز. يعني هزود هنا ايه؟ حاجه اسميها داتا بيز انجن. يعني المشغل بتاع الداتا بيس بتاعك نوعه ايه؟ واخلي الديفولت ماي سيكول مثلا. ماي سيكول. عايز اغيره هو يغيره، مش عايز اغيره لو عايز اغيره يغيره، مش عايز اغيره ده احنا نشتغل على ماي سيكول. طبعا ممكن نحسن الشغل بتاعنا شويه بدل ما يكتب كلمه غلط او حاجه ممكن نشتغل انيميريشن يعني. يعني ممكن نعمل كلاس غير الامبليز هنا. واسميه مثلا داتا بيس انجن مثلا، اسميه دي بي. انجن يعني مشغل الداتابيس. تمام؟ ده طبعا من انم دوت انيميريشن عشان يفهم ان دوت هنعمله بشكل انيميريشن كاوبجكت يعني. طبعا لازم تعمل امبورت الايه للانم علشان نقدر نشتغل من خلاله. كده انا هعمل انيميريشن يعني هو انا هعمل لسته باسماء الداتابيس اللي انا بسبورت ليها. هعمل ايه؟ لسته باسماء الداتابيس اللي انا بسبورت ليها. يعني ايه؟ يعني هو مثلا ماي اس كيو ال ودي هديها واحد مثلا او اس كيو ال سيرفر ودي هديها مثلا ايه اثنين او مثلا ايه اوريكل او بوست جري اسمها بوست جري اس كيو ال بوست جري اس كيو ال اللي مثلا بتساوي ثلاثه اوريكل داتا بيز ودي مثلا بتساوي اربعه وليكن انا بسبورت دول انا طبعا بسبورتهم للسيستم بتاعي هكتب له اكواد مثلا اس كيو لايت رقم خمسه
and so on. وزي ما انت بقى عايز. تمام؟ انا حددت دول بس دول اللي سبورتهم دلوقتي. طبعا لو انت انا كتبتهم ليه كلهم قدامكم عشان دول كلهم one way. اتجاه واحد كلهم ريليشن تو ذا بيز. كلهم هتلاقيهم معاكم ماشيين بنفس الاسلوب بنفس التفكير. وبنفس الاوامر انسيرت والابديت والديليت والسيلكت هو هو. يعني ده ستاندرد مع بعض الاختلافات مش مشكله لكن هو ده الاصل. ماشي؟ كده انا عملته كانيميريشن عشان استقبله يعني كبارامتر بتاعي اقدر اشتغل عليه يعني. فانا هنا ممكن اقول له هنا بقى يعني انا هستقبل هنا حاجه من دول. يعني داتابيز انجن، اي داتابيز انجن من دول، يعني مثلا اقول له دي بي انجن، عايز اقول له ماي سيكوال، يبقى انا هناديها من دي بي انجن دوت مثلا ماي سيكوال مثلا، ده الديفولت. داتابيز انجن بتاعي هيبقى دي بي انجن دوت ماي سيكوال، ده الديفولت. هو هيغيره يبعت حاجه ثانيه، احنا ده طبعا ده بنسميه احنا الاوبشنال بارامتر يعني بس مش شرط. لكن هو ليه حق يغيره عادي. ده الانيشيشن. هو حاطه هنا في السيلف. سيلف دوت الدي بي انجن داتابيز انجن بتساوي الدي بي اندرسكور انجن. اخدت ده زي ما يكون كنت ايه وحطيته جوه حاجه اسمها دي بي انجن او دي بي اندرسكور انجن داتابيز انجن. وانا عندي الفاريبل ده اقدر اتشيك بيه هو انا نوع ايه شغال ماي سيكوال احول ماي سيكوال شغال بوست جي احول بوست جي شغال بتاع يعني اجي نوت مثلا وانا عن كونكشن انا بنادي وانا عامل كرييت انا عندي الحته دي بتختلف يبقى انا عايز اعمل اقول مثلا اف مثلا اف ان الدي بي السيلف دوت دي بي انجن لو بتساوي مثلا 2 2 يعني ايه 2 او 1 خلينا في 1 فين 1 1 اللي هي 1 اللي هي مثلا لو 1 هعمل ايه هجيب الشكل الكتابه بتاع ماي سيكو اللي هو ده اللي هو ده الكريتا دي اللي ماشي مع الماي سيكوال اهي اهو هو هنا خلاص كده طيب else if اللي هي الف ان سيلف دوت داتابيس انجن لو كانت بتساوي طبعا البوست بي رقم 3 كانت بوست بي رقم 3 يبقى هنعمل دي يبقى انا هشتغل ايه؟ اشتغل بالشكل ده مثلا اس لو انا مش غير ولا اثنين ولا ثلاثه كله هو كله اصلا مش تبع ايه بس انا هقول كده مثلا طبعا ممكن اقدر اقول بقى ايه اس اف كذا اس اف كذا لغايه ما شيء اظبط اي حاجه بتختلف من واحد للتاني انا اظبطها مفيش مشكله خالص تختلف من داتابيز انجن لاخر بقى عندي الاوامر بتاعتي طب ايه تاني بيختلف الاد ما بتختلفش الجد ما بتختلفش الكل كله ما بيختلفش مش حاجه بتختلف وانا بنرجع على الكونكشن سواء كنت انا وبرن انا وبرن الكوماند اللي هي انسيرت او ابديت او ديليت او انا وبرن الايه؟ الكويري اللي هي السيلكت هنا بقى اسم الفانكشن هتختلف انا بدل ما اكتبها هنا واكتبها هنا ممكن اعمل فانكشن اسمها كونكت عشان اوفر على نفسي كود مش عايز اعمل القصه دي كل شويه اعمل ديفينيشن بسميه كونكت وخلصنا على كده. هي اسمها كونكت بس من غير ما نحدد نوعها. هي بتشوف هي اللي هتعمل جمله الاف دي. تقول له اف ان السيلف دوت داتابيس انجن لو بتساوي واحد خلاص يبقى هتريترن ايه؟ كونكت تو ماي سيكوال بس مش كده اول واحد كونكت تو ماي سيكوال سيلف عشان نشوف السيلف صح؟ else if لو كان شيء وكان ده بيساوي 2 طبعا مش هقول 2 انا هقول 3 على طول عشان دول اللي عندي بس دلوقتي لكن انت بنفس المفروض تعمل ده كل 2 و3 و4 و3 بس دي كلها عندك مش فارقه يعني كونكت تو بوست بي وخلاص يا اما هو كلمه كونكت دي هتروح على الماي سيكول هتروح على بوست بي يا اما تحط هنا بقيه الشغل بتاعك صح؟ ايه لو انت عندك داتابيز ثانيه من انواع اللي انا كاتبها موجوده اوريجنال عندك سكيل سيرفر عندك عامل تحطهم
ماشي. وبعدين هاجي هنا وانا تحت هنا بقى ما بقولش كونكت على البوست جري او كونكت على مش عارف ايه، انا بقول له كونكت. هو بقى يعني تعالى جوه اقول له كونكت، وهو بقى يقول لي شوف بقى انا كنت مظبط نفسي على هل هو داتابيز يشتغل. فخلاص اصبح دلوقتي الريليشنال داتابيز ده بيشتغل على اي داتابيز، بس طبعا احنا مش مكملين السيكوال سيرفر والاوركال داتابيز والسيكولايت، بس انت لو كملتهم بنفس الاسلوب كل حاجه هتبقى معاك 8 4 18.